أنا وقفة للحرب وتكثيف الجهود العربية وقدم الوقف الحرب وضمان وصول المساعدات. أيضا استمرت المساعدات الأردنية بالتدفق إلى أهلنا في قطاع غزة. لحد اليوم عندنا 49 طائرة إنزال تمت إن شاء الله تزيد وتتجدد دائما بالاستجابة لمطالبات ودعوات أهلنا في غزة، وهذا جزء من الدور الأردني الداعم لصمود أهلنا في غزة، وأيضا لتمكين مستشفياتنا الموجودة في الميدان، مستشفى غزة 77، مستشفى ميدان 2، لأنه أيضا قدم دور مشرف ومساعدات مهمة لإخواننا في غزة. طبيعي ما بدي أسرف بالحديث عن هذا الجهد لأنه تم النشر عنه، لكن بنحب نذكر فيه إجراءات الحكومة التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين. هي توجيهات دولة الرئيس الدكتور بشير الخصاوني في ضبط الأسواق، وتوجيه وزير الصناعة والتجارة وجميع المعنيين ضبط الأسواق ودعم المؤسسة المدنية، وأيضا بالتعاون مع المؤسسة العسكرية مشكورة في توفير السلع إلى نهاية شهر رمضان بأسعارها الثابتة دون ما تغيير بسبب الظروف التي تسود في مناطق عبور الشاحنات وبالذات مطر باب المندب وأثرها على عملية الشحن. الفرق الرقابية الحكومية قامت بأكثر من 7110 زيارة لمنشأة تجارية، حررت مخالفات، وأيضا هناك تعامل مع هذه الشكاوي في هذا الجانب. فقط أشير بأن العمل هو متراكم، وهناك لا نستطيع أن نعزل نفسنا في الأردن عن أثر هذه الحرب وعن أثر التوتر في بعض المناطق، لكن نتعامل بكل حرص وشفافية، ونحاول أن نتيح أمامكم كافة المعلومات بأي شيء بما احترام لمهنيتكم أولا ولجهودكم المستمرة بمتابعتنا وتغطيتنا. هذا المنتدى كما قلنا منذ بدايته هو مناسبة للتواصل معكم والحديث حول أبرز القضايا. اليوم قطاع الصحة هو أبرز القطاعات التي تهم المواطنين. موازنة وزارة الصحة مثل ما كانت الذاكرة ربما 1.2 مليار، وهي موازنة ضخمة في إطار موازنة تنفق الدولة الأردنية على الصحة والتعليم أكثر من تقريبا نحو ثلث الموازنة. نحكي عن 1.2 مليار للصحة، 700 مليون للتربية، هي ممنوحة لكم لمعاليكم للحديث عن الجهود وتحديث القطاع الصحي، تمكين القطاع الصحي، الفاعلية في القطاع الصحي. ودائما نستذكر أن ما يجري هو التأسيس على بنيان مستمر ومتراكم في الدولة الأردنية، اللي من 25 سنة زادت فاعلية القطاع الصحي ربما قريب من الضعف. احنا بعام 1999 كان عندنا 80 مستشفى، اليوم عندنا 140 او 130 مستشفى كبير وصغير. فاليوم الاطراف بصير فيها عمليات جديده وتخصصات جديده، وهذا شيء مهم. بنفس الوقت نذكر الجميع بانه غدا يصادف يوم الوفاء والبيعه، الوفاء بإرث الراحل العظيم الحسين بن طلال، والبيعه سيدي صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعا. ابدا دكتور فراس، واهلا وسهلا فيك ومرحبا. ثم بعد 25 دقيقه ناخذ شركائنا في تسليط الضوء على كل شيء. يعني احنا لا نتحدث فقط دائما عن الانجاز، ولكن ايضا نستعين بكم للحديث عن التحديات اللي بتواجهنا، ولا يوجد اي قطاع لا يخلو من هذه التحديات، لكن دائما هناك النية والعزم على تجاوز هذه التحديات، ودائما توفير الصحة المثلى لمواطننا الأردني. كما أيضا أرغب بالتوجه بالشكر لكل الكادر الصحي وعلى مر السنوات وكل من ساهم في بناء هذا القطاع. هذا القطاع هو الصحي هو نتيجة لعمل تراكمي كما تفضلت معاليك، وجهود كبيرة مخلصة على مدى سنوات استطاعت أن تؤسس لهذا القطاع الذي تم امتحانه
في أكثر من فرصة وحقيقة حقق نجاحات كبيرة. لا يخفى على أحد أن الضغط على القطاع الصحي هو ضغط هائل، خاصة في استيعاب الزيادات السكانية التي حدثت، وخاصة في آخر فترة على مدى 25 عام اللي مضت، وبأفواج اللاجئين التي أتت إلى الأردن والتي دائما تأتي بأعداد غير مخطط لها في أي موازنة وفي أي قطاع. وهذا يمثل بذاته تحدي أساسي، أن تستطيع أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة وهذا الضغط الكبير على البنى التحتية بشكل عام وعلى القطاع الخاص بشكل خاص، بدون أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطن الأردني. نجح الأردن في هذا الامتحان، ونجح الأردن أيضا في امتحان نادر جدا وهو وباء عالمي. استطاع الأردن أن يستوعب هذا الوباء، أن تستمر الرعاية الصحية المقدمة للمواطن الأردني في ذروة هذا الوباء، واستطاع الأردن أن يحصل على الإشادة من المؤسسات الصحية العالمية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها على طريقة أداء الأردن، على طريقة تعاون الأردن مع الجميع، لأن كلنا نعلم أنه هذا الوباء السيطرة عليه والنجاح في السيطرة عليه كان يتطلب تعاون الجميع، وعلى تقديم الأردن للخدمات الصحية وللمطاعيم والأدوية دون أي تمييز. هذه كانت نقطة مهمة، إلى درجة أن أبناء الأردن كانوا يأتون إلى الأردن من دول غربية متقدمة صحياً ليحصلوا على المطاعيم وليحصلوا على الرعاية الصحية في الأردن ثم يعودوا إلى بلدانهم. النجاح في هذه الامتحانات التي مر بها الأردن هو دليل على منعة ومتانة هذا القطاع الصحي. لا ندعي اليوم ولا بأي شكل من الأشكال أننا وصلنا إلى مبتغانا، لكن بالتأكيد القطاع الصحي اليوم يسير بالتطور، يسير بتقديم خدمات أفضل، بالتوسع ليس فقط كمًا وإنما في نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين. لابد، ونحن نتحدث عن القطاع الصحي، لابد أن نتحدث عن آلية التفكير، كيف نفكر ونخطط لهذا القطاع، ما الخطط التي تم وضعها، وكيف نرى واقعنا الآن، وكيف نخطط لمستقبلنا. وزارة الصحة في العام الماضي أطلقت استراتيجيتها لأول مرة. هذه الاستراتيجية كانت لمدة 3 سنوات، في العادة الاستراتيجيات تكون على الأقل 5 سنوات، وأردنا من خلال هذا التغيير أن نضع أمامنا تحدي كبير يدمج ما بين عمل الوزارة وما بين رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، وأن نضع لأنفسنا أهداف سريعة قابلة التحقيق يستطيع أن يلمس المواطن من خلالها التطور في أداء الخدمات. طبعا هذه الاستراتيجية اللي وضعناها كان لها محاور، ويمكن الإعلام غطاها بشكل مكثف عند إطلاقها، وأستطيع اليوم أن أتحدث وبكل اعتزاز أننا بالرغم من إطلاق هذه الاستراتيجية متأخرة ب3 شهور، يعني بدأنا إحنا بإطلاقها بشهر 3 من العام الماضي، استطعنا أن ننجز ما يقارب 70% من ما هو مطلوب إنجازه في السنة الأولى. طبعا هذا رقم جيد جدا، لأنه عادة المرحلة الأولى هي المرحلة الأصعب في إطلاق الاستراتيجيات. على مدى السنوات استطعنا اليوم أن نطور هذه الخدمات. اليوم نتحدث عن خدمات تمس المواطن بشكل مباشر من حيث تقديم الخدمات العلاجية، وهناك أيضا مشاريع استراتيجية للوزارة تمهد إلى مستقبل جديد تقدم فيه الخدمة وتقدم فيه الخدمة في الوزارة بطريقة مختلفة تماما. في خلال السنوات الماضية ركزنا على تعزيز الخدمات التي تهم المواطن. احنا اليوم نتحدث المواطن اهم ما يهتم به هو ان يحصل على خدمة سريعة
أن تكون هذه الخدمة في متناول اليد، تخفف انتقاله من مكان إلى آخر، وتوفر له خدمة لم تكن موجودة ومتوفرة. استطعنا من خلال في عام 2022 على سبيل المثال بدأنا نتوسع، وكنا في خضم جائحة كورونا، كان لابد أن لا تكون الوزارة معنونة بأنها وزارة كورونا، فكان التحدي هو كيفية السير في الطريقين وبشكل متوازي، التعامل مع جائحة كورونا وبالمقابل تحسين الخدمة الصحية. فاستطاعت الوزارة في عام 2022 مع نهاية عام 2021 وبدايات 22 وانتهاء 22 بفتح القيام بافتتاح العديد من المستشفيات، والتي تقدم خدمات إما متخصصة وبشكل عالي التخصص مثل مستشفى سميح دروزي، مستشفى الجراحات التخصصية في البشير، أو مستشفيات عامة كانت متعثرة استطعنا أن نخطو بها إلى الأمام مثل مستشفى الطفيلة، مستشفى الإيمان في عجلون، وأيضا مستشفى القضاء النفسي ومستشفى الرويشد. كل هذه المستشفيات أضافت طاقة استيعابية بما يزيد عن 650 سرير تم استيعابها وبشكل مباشر وكامل خلال عام واحد. ويمكن كنتوا تسمعوا أنه والله في أزمة أدوية، نسمع عن أزمة الدواء. بالتأكيد إحنا كان أمامنا خيارين، إما أن نستمر بالبطء في افتتاح هذه المستشفيات أو أن نضع الخطط حتى نتعامل مع أثر هذه المستشفيات وبشكل كفؤ. واستطعنا بحمد الله، بالرغم من أنه كان في ضغط علينا في الأدوية لمدة شهرين، لكن لم تؤثر هذه الأدوية على صحة المواطن، وكنا دائما ننجح في توفير البدائل، لكن لم نؤخر افتتاح هذه المستشفيات، وبالتالي انطلقنا اليوم وهذه المستشفيات اليوم تعمل وبشكل كامل. ما أود أن أركز عليه أن الوزارة عملت على النهوض بالقطاع ليس فقط بالكم وإنما النوع. الكل يعلم أنه في وزارة الصحة حوالي 31 مستشفى باستثناء مستشفى الأمير حمزة اللي دائما نتحدث عنه بصفة استقلالية كونه مستقل ماليا وإداريا. في تاريخ وزارة الصحة ومنذ تأسيسها لم تقدم وزارة الصحة خدمات على سبيل المثال القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح، وأنا أتحدث اليوم عن تاريخ وزارة الصحة منذ تأسيسها. اليوم أصبحت وزارة الصحة تقدم هذه الخدمات في مستشفيات البشير، في السلط حسين السلط الجديد، وفي مستشفى الكرك الحكومي، وفي مستشفى الزرقاء واللي كان آخر هذه المستشفيات، واللي استطاع منذ شهر 3 الماضي وحتى الآن بالقيام بأكثر من 900 عملية قسطرة. طيب شو عملتوا حتى تصير هذه العمليات؟ ما كانت أول تصير. صحيح. المستشفيات موجودة والمستشفيات الطبية الأردنية دائما عندنا أطباء ومصدر الأبرار. شو هالخطة السحرية المفتاح اللي فتحتوه حتى إنه تصير العمليات بالكرك والزرقاء والصمت؟ أهم الناس كانوا عنه أول. أكيد. أهم شيء هو اللي ما قمنا فيه هو ما يميز مجتمعنا الأردني، وهو التشاركية. اليوم إحنا عندما نعيش في بيوتنا مع جيراننا دائما نفزع لبعضنا، فاستطاعت وزارة الصحة اليوم بانتهاج نهج جديد مكننا اليوم من صهر القطاع الصحي طوعا، وبدي أركز على كلمة طوعا، في بوتقة واحدة من خلال اتفاقيات جديدة عقدناها ما بين الخدمات الطبية الملكية وجامعاتنا الأكاديمية. فعلى سبيل المثال تم تخصيص جزء من مستشفياتنا في كل من إربد مع جامعة اليرموك، في الجامعة الهاشمية أيضا مستشفى الزرقاء ومستشفى الأمير حمزة، مستشفى السلط وجامعة البلقاء، ومستشفى الكرك وجامعة مؤتة. هذا مكننا اليوم من رفض وزارة الصحة باختصاصيين، لأن الجامعات دائما أقدر على جلب الاختصاصات الدقيقة، فبالتالي استطعنا اليوم من خلال هذه التشاركية أن نوفر لكليات الطب في هذه الجامعات والتي ليس لديها مستشفيات تعليمية، وفرنا لأبنائنا في كليات الطب
في هذه الجامعات مستشفيات تعليمية، وأيضا استطعنا من خلال هذه التشاركية أن نعزز الكوادر الصحية. على سبيل المثال تم افتتاح 20 عيادة اختصاص في مستشفى الحسين الصلب من كوادر جامعة البلقاء التطبيقية. هذا الكلام أيضا ضم الخدمات الطبية الملكية في اتفاقيات نوعية، فأصبحوا أخصائيين الخدمات الطبية الملكية يرفدوا وزارة الصحة في أماكن الطرفية مثل مستشفى الكرك الحكومي. مستشفى الكرك الحكومي فيه مختبر القسطرة الوحيد اللي الآن يعمل في كل جنوب الأردن. استطاع هذا المستشفى من خلال التعاون مع الخدمات الطبية الملكية اليوم أن يوفر عمليات القسطرة وعلى مدار أيام الأسبوع لمواطنينا في الجنوب، وأن يخفف عليهم عبء الانتقال إلى العاصمة عمان. هذه نقاط مهمة جدا. طبعا هذه التشاركية وهذا التعاون اليوم والروح السائدة بين مختلف القطاعات الصحية مكنتنا اليوم حقيقة من أن نحقق هذه البرامج. ولكن حتى نضمن أيضا استدامة هذه البرامج، استطعنا من خلال هذه الاتفاقيات أن نؤسس لبرامج تعليمية تدريبية لكوادر وزارة الصحة في هذه الاختصاصات في مستشفيات وزارة الصحة، بحيث نستطيع أن نخرج كوادرنا المختصة في التخصصات الدقيقة، سواء كان القلب، جراحة الأوعية الدموية، الجهاز الهضمي والعديد. ووضعنا جزء من خطتنا الاستراتيجية أن توفر الوزارة وتحصل على اعتماد 3 برامج تدريبية كل عام. فعلى سبيل المثال في العام الماضي حصلنا على اعتماد برنامج القلب، حصلنا على برنامج الجراحة الأوعية الدموية والجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، وفي هذا العام سيكون هناك 3 برامج جديدة. وجود هذه البرامج اليوم ضروري حتى تخرج كوادرنا اللي تستطيع اليوم أن ترفد المزيد من مستشفياتنا بهذه الاختصاصات وتحقق الاستدامة اللي نرجوها. من المهم جدا أن نتحدث اليوم أن القطاع الصحي في الأردن لا يمكن أن يستقر بدون هذه التشاركية، والنجاح الحالي هو خير دليل على أن هذه التشاركية هي السبيل للإدارة الأكفأ والأفضل لهذا القطاع. فبالتالي أصبح هناك مصلحة مشتركة ما بين جامعاتنا، الخدمات الطبية الملكية، وزارة الصحة، القطاع الخاص. هناك اليوم روح جديدة ونفس جديد للعمل سويا من أجل تقديم الخدمة الأفضل. أيضا من الخدمات اللي طورتها وزارة الصحة وبشكل لم تعهدها وغير مسبوقة هي العلاج لأمراض السرطان. والكل يعلم هذا المرض. احنا لما نتحدث عن أمراض، وليش يعني أنا بدي أوضح اليوم ليش احنا بدأنا بمرضين، لابد من تقسيم أولوياتنا. الأهم مرضين اليوم يتسبب بالوفاة للمواطن الأردني في الدرجة الأولى القلب والأوعية الدموية، والثانية السرطان. مجموعهم حوالي 70% من الوفيات الناتجة عن الأمراض في الأردن. وبالتالي كان لابد من مهاجمة هذه الأمراض، وضع خطة لعلاجها وبشكل سريع حتى نعمل على تخفيف العبء المرضي لأهم هذه الأمراض. وبالتالي تم افتتاح مركز سميح دروزي للأورام اللي خلال العام الماضي حقق تسارع كبير في عدد المرضى اللي بيراجعوه. ففي عام 23 ارتفع أعداد المرضى المراجعين إلى حوالي 5300 مراجع، وتم إعطاء أكثر من 3500 جلسة علاج كيماوي، إلى درجة أنه إحنا اليوم أصبحنا نخطط ونبدأ، سنبدأ قريبا بالتوسعة الثالثة لمركز سميح دروزي للأورام، وأيضا بتوسعة مستشفى الجراحات التخصصية بإضافة قسم قلب جديد، افتتاح غرفة جديدة للقسطرة وغرفة عمليات جديدة حتى نقوم باستيعاب العدد الأكبر. عندما نتحدث أنه لأول مرة نقوم بعمليات قسطرة وقلب، يعني على سبيل المثال في عام 2023 قمنا بما يعادل حوالي 7000
7500 عملية قسطرة، يعني ما نتحدث عن 100 و200. هذه الخدمات 7500 عملية ما كانت موجودة وكانت تحول إلى قطاعات أخرى. المشكلة الانتظار الطويل للمريض، الآن أصبح الانتظار أقصر، وأصبحنا اليوم نتعاون سوية في تحقيق الخدمة الأسرع. أيضا عمليات القلب المفتوح، الكل يعلم أن عمليات القلب المفتوح هي عمليات دقيقة جدا، لا نستطيع أن نجريها في كل مستشفى، لذلك إحنا الآن خصصنا مستشفيين، وهو في أحدهما في مستشفى البشير والثاني في مستشفى الأمير حسين في الصلب. وخلال العام الماضي تم إجراء أكثر من 500 عملية قلب مفتوح. هذه الأعداد بكل المقاييس هي أعداد كبيرة. فاليوم أرقامنا تتحدث عن وضع أفضل مما كنا عليه، خدمة أفضل مما كنا عليه. هل وصلنا إلى نهاية الطريق؟ لا، إحنا في البداية، الطريق لا يزال أمامنا طويل، مجال التحسن دائما مفتوح، وهناك خطط لهذا التحسن. طبعا في خضم هذا الأمر كان أيضا لابد من تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، والكل يعلم أن الرعاية الصحية الأولية هي البوابة التي تقي المواطن من الوصول وتمنعه من الحاجة والاحتياج لخدمات المستشفيات. فبالتالي كان هناك إعادة تأهيل وافتتاح وتوسعة لأكثر من 150 مركز صحي خلال العام الماضي. إحنا نتحدث عن أعداد كبيرة من المراكز الصحية، نتحدث عن أعداد كبيرة من المستشفيات. هذه المراكز الصحية أيضا تميزت بخدمات جديدة، خدمة أولا ضرورة أن تكون محوسبة، وهناك خطة لمحوسبة هذه المراكز بأكملها مع نهاية استراتيجية وزارة الصحة اللي هي الثلاث سنوات اللي تحدثنا عنها. طبعا لنا إحنا أكثر من 671 مركز صحي، فلذلك نتحدث عن عدد كبير من المراكز، لكن هناك خطة لزيادة الأعداد في كل عام بحيث ننتهي من مجمل هذه المراكز الصحية مع نهاية الاستراتيجية اللي في الثلاث سنوات. أما في مستشفياتنا فسننتهي من حوسبتها جميعها مع هذا الربع الأول من هذا العام إن شاء الله. إحنا الآن حوسبنا حوالي 24 مستشفى، ما هو متبقي سيتم حوسبته والانتهاء منه مع انتهاء الربع الأول في هذا العام. طبعا من ضمن أيضا الخدمات اللي بدأنا نقدمها للمواطنين حتى نسهل عليهم رحلة علاجهم هي خدمات نوعية بتوصيل الأدوية. فأصبح اليوم المواطن يحصل على دوائه في منزله، يعني مقابل مبلغ زهيد الأدوية المزمنة بإمكانه أنه يطلبها بواسطة الكمبيوتر على جهازه من خلال التسجيل من خلال الخدمة المحوسبة في المستشفيات، وأن يحصل على دوائه إلى المنزل بالتوصيل مقابل مبلغ رمزي اللي هو دينارين لكل شهر. طبعا هذا أقل من كلفة أي وسيلة مواصلات رح يحتاجها هذا الشخص لمراجعة المستشفى. اليوم صار عندنا أكثر من 22 ألف مشترك لهذه الخدمة، ونتمنى أنها تزداد هذه الاشتراكات. طبعا أعداد الأماكن اللي بتقدم هذه الخدمة توسعت وبشكل كبير، واستطعنا أن نوفرها في مختلف محافظات المملكة، وخطة اليوم جاري العمل أنه نتوسع فيها بحيث تشمل جميع محافظات المملكة. أيضا من الأمور اللي كان لابد نعمل عليها اللي هي الأمور اللي تتعلق في البنى التحتية، يعني إضافة لتوسع المستشفيات توسع المراكز الصحية كان لابد أيضا أن نخفف من فواتير المتراكمة علينا، على سبيل المثال استخدام الطاقة البديلة في وزارة الصحة. فمن خلال المشاريع اللي وجدت الآن استطعنا أن نخفض على سبيل المثال فاتورتنا في الطاقة البديلة في العام بحوالي 7 ملايين دينار من خلال المشاريع الحالية، ونتوقع أنه تتحسن هذه الوفورات مع مزيد من التوسع. بدي أتحدث شوي عن المشاريع الاستراتيجية القادمة. يعني إحنا وزارة الصحة من المفهوم والمعروف أنها تقدم الخدمة العلاجية، لكن أيضا هناك خدمات ثانية تقدمها وزارة الصحة تتعلق بترخيص المهن، مزاولة المهن،
كل ما هو يتعلق بالشهادات الصحية وغيرها. طبعا بحمد الله احنا استطعنا ان ننهي اتمتت حوالي 36 خدمة من هذه الخدمات الإلكترونية، سيتم إطلاقها رسميا إن شاء الله باحتفال رسمي بتشاركونا فيه، ونتشرف دائما بوجودكم معنا. والمتبقي هي عدد الخدمات الكامل هو حوالي 63 خدمة. سننتهي من مجمل هذه الخدمات في الغالب مع نهاية النصف الأول من هذا العام اللي احنا فيه، يعني إن شاء الله بشهر 8 أقصاها بنكون أطلقناها بالكامل، بحيث أنه المواطن الأردني لن يحتاج أن يراجع وزارة الصحة في معاملاته، وبالتالي تتم كلها سواء كان ترخيص أو رخص مزاولة أو ترخيص مهني، إصدار رخصة صيدلية، أي عمل عادة تقوم فيها وزارة الصحة بإذن الله لن يحتاج المواطن أن يراجع الوزارة. هذا مشروع كبير، مشروع استراتيجي، ومشروع يسهل المعاملات على المواطنين. من المشاريع الاستراتيجية واللي بدأنا حفر فيها اللي هو مشروع إدارة المخزون وسلاسل التوريد. هذا مشروع أيضا نتأمل أن ننتهي منه بحلول نهاية شهر 6 من هذا العام. سنبدأ أو بدأنا ببناء مخازن نموذجية. هذا المخزن سيكون فيه يجوز في موقع مخازن الأدوية الحالية. الكل بيسمع عن الهدر في الأدوية في وزارة الصحة، دائما الحديث عن الهدر. أحد أهم ميزات هذا المشروع أنه سيساهم بخفض الهدر، لأنه هذه المخازن ستكون مخازن نموذجية كبيرة، ارتفاع السقف فيها حوالي 13 متر، بتتحكم فيها روافع مؤتمتة بالكامل. المرحلة الأولى هو ربط هذا المخزن في مستشفيات البشير، وبالتالي يكون هناك عملية تنظيم لمخزون الأدوية وانتقاله وبطريقة أوتوماتيكية إلى مستشفيات البشير. يصاحب هذه العملية أيضا إعادة تأهيل لمخازننا في الشمال والجنوب، ومن ثم الانتقال والتوسع بربط كل البنية التحتية في وزارة الصحة التي تحتاج إلى الأدوية والمستهلكات الطبية مع هذه المخازن المركزية. طبعا هي ليست مخازن فقط، وإنما هناك أيضا سلسلة توريد، السيارات المبردة وآليات التوريد اللي كلها راح تعيد تنظيم آلية الدواء في وزارة الصحة بشكل عام. أيضا من المشاريع الاستراتيجية اللي بدأنا العمل وانتهينا الآن من مخططاتها بشكل عام كامل وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. هنا أنا بدي أشيد اليوم أنه إحنا كثير من نجاحاتنا حقيقة بدأت اليوم تحدث بسبب تعاوننا مع سواء كان زملائنا في القطاع الصحي أو حتى زملائنا في القطاع الحكومي. يعني هذا المشروع اللي هو المستشفى الافتراضي واللي أعلننا عنه أنه سيكون في مستشفى السلط القديم، هذا المستشفى الافتراضي هو مستشفى نوعي لأول مرة يعني يجهز على هذه الشاكلة في الأردن. المستشفى الافتراضي سيبدأ في تقديم الخدمات في ثلاث تخصصات اللي هي الأشعة التشخيصية، العناية الحثيثة، وغسيل الكلى. وسيكون أيضا من ضمن المخططات وضع وحدة للسيطرة والتحكم على جميع الأسرقة والأجهزة الطبية في الأردن، بحيث إذا تواجد مواطن أردني في أي غرفة طوارئ واحتاج إلى نقل لا نحتاج إلى الزمن الطويل للحديث مع جميع المستشفيات والسؤال عن أين هو أقرب مستشفى وفي يحتاج أو متواجد في هذا السرير، سيكون موجود على الداشبورد وبشكل كامل وسريع. طبعا أيضا من المشاريع المهمة اللي بدأت وزارة الصحة العمل عليها وانتهينا من تصاميمها اللي هو مركز للتدريب والتعليم. هذا المركز للتدريب والتعليم سيكون في حرم مبنى وزارة الصحة. هذا راح يكون يخدمنا بشكل كبير، وإن شاء الله كل مؤتمراتنا الصحفية وإطلاقاتنا لأي مشاريع ستتم من قلب وداخل وزارة الصحة، وهذا أمر إحنا سعيدين فيه. من المشاريع أيضا المحورية والمركزية هو تنظيم مستشفيات البشير والمستشفيات الأخرى بخطط
سنبدأ فيها في مستشفيات البشير تخفف من الاكتظاظ، تحسن المرور ودخول وخروج المرضى لها مناطق مكتظة، وتوفر الاصطفافات في هذه المستشفيات. مقبلين احنا على عام، وانا دائما بتحدث في الاعلام انه باذن الله لن يمر شهر، وانا اتعهد بهذا، تعهدنا فيه العام الماضي وكنا بحمد الله صادقين، نتعهد لن يمر شهر دون ان تسمعوا عن انجاز جديد لوزارة الصحة يساهم في تقديم خدمة نوعية للمواطن. وحاسبونا اذا قصرنا، احنا دائما يعني دائما نتصرف، لا نتعامل مع أي انتقاد على انتقاد شخصي، وإنما هو لهدف مشترك. أنتم مراقبين، نرحب بهذه الرقابة، نتعامل مع أي شكوى من خلالكم. واليوم صار عندنا أيضا وحدة مختصة بمتلقي الخدمة لأول مرة في وزارة الصحة، وبالمناسبة أي واحد فيكم يجرب الرقم راح يشوفوا أنه في ناس بترد. وحدة متلقي الخدمة عم بتحل المشاكل وبشكل سريع وعاجل. بدنا تحطوا إيدنا بإيدكم كمان حتى نقوي هذه الوحدة. إيصال أي شكوى من خلال هذه الوحدة يضمن حلها وبأسرع طريقة، حتى وفرت هذه الوحدة إنه كوادرنا تنزل على الميدان إذا اقتضت الضرورة في لحظتها حتى تحل الإشكال. يعني بهمنا اليوم نسمع منكم، بهمنا نسمع من المواطن الأردني، بهمنا حل المشكلة في النهاية. ومثل ما حكيت، لا نتعامل بشكل شخصي مع أي مشكلة، بالعكس نعترف أنه دائما في تحديات، لكن أيضا نعد بأنه سنقوم بمواجهة هذه التحديات وحلها بأسرع ما يمكن. موازنة وزارة الصحة في هذا العام هي الأعلى على الإطلاق. ما خصص فيها للنفقات الرأسمالية أيضا هو الأعلى على الإطلاق، حوالي 14% من الموازنة. استطعنا اليوم أيضا أن نكسب ثقة المانحين المحليين، وهنا بدي أحط تحتها خطين، صار في عندنا شراكات محلية تساهم في تحديد البنى التحتية، وستسمعوا قريبا عن هذا الأمر، وهذا أمر جديد شفتوا أنتوا في مركز سميح دروزي للأورام، التعاون مع همتنا في مركز الأميرة بسمة اللي صار أصبح اليوم نموذج في رأس العين، وهذا راح يكون نموذج نستنسخه. اليوم في 3 مراكز على هذه الشاكلة يتم إنشائها، منها في غور المزرعة، والعمل جاري على مركز صحي القطراني، وأيضا في مركز صحي جرش. هذه ستكون نماذج على شاكلة مركز صحي الأميرة بسمة اللي برأس العين، ولليوم أحدث نقلة نوعية، مراكز صحية تقدم خدمات على مدى 24 ساعة، فيها غرف طوارئ، فيها اختصاصات، وبالتالي هي أشبه بمستشفيات مصغرة، تكون حائط صد عن المستشفيات وتخفيف زيارة المريض إلى الحاجة، زيارة المريض إلى المستشفيات. فللحديث أكثر ستسمعوا خلال الأشهر القادمة عن الإنجازات. وبمناسبة اليوبيل الفضي وضعنا خطة لإطلاق العديد من النجاحات والإنجازات، ومن ضمنها على سبيل المثال أيضا من المشاريع الاستراتيجية اللي ما ذكرته، اللي هو مركز المحاكاة. مركز المحاكاة انتهينا من التصميم، إن شاء الله نتطلع أن نضع حجر الأساس هذا العام. مركز المحاكاة هو مركز متخصص بالتدريب والتعليم للأسئلة، يمكن يصح لنا فرصة أكبر للتجاوب. مرة تانية بدي أشكر معالي أخي وصديقي العزيز على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى دائما أن أكون على تواصل، وبكل صدق أحب نسمع أي ملاحظة. أخوت كان اللي بده يروح يقرر موعد مع عملية طبية بده شهر، ولما ينزل بالفلجة عين عمان يدور حدا ينام عنده. اليوم هذا أمر نتذكر إحنا في حياتنا في القرى، هيك كنا. الواحد يقرر موعد ابنه في مدينة طبية ولا في البشير، بده يعني قبل ما يفكر كيف يصير يفكر فلجت او مطرت والباص تبع الكرك او 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 رحاب او من عام طلع من عمان، ما يرجع يدور ضيف يروح واحد طبيب. لا، الاردن تغير، الاردن انجز في انجاز متراكم في طاقات اردنيه هائله، في عزم كبير، في قصه نجاح.
أردنية واستدامة للقطاع الصحي، بنفس الوقت تحدث في المعاني عن الإنجاز، كمان تحدث عن التحديات، وتحدث إخواني عن دوركم هون بالإعلام، إنه هذا المكان وهذا المنتدى هو وسيلة أو وسيط لالتزامنا بسياساتنا اللي أقرت وزارة الإعلام وزارة التواصل الحكومي بأن تكون ناقل أمين للمعلومة، وأيضا نوفر معلومات للإخوة الصحفيين فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية، ونستمع إلى ملاحظاتهم، وهي مساحة أيضا كما أشار معالي الوزير مساحة للاختلاف والرأي والرأي الآخر والنقد البناء والمهني. إحنا معالي لا يريد إذا أنجز نحن نقول له شكرا ويعطيك العافية، إذا في أخطاء نقول والله يا عمي هذا إحنا نشاركك إياها حتى إن نستفيد من المعالجة السريعة. الإعلام الأردني محترم كمان أيضا نثق فيه ونثق توجيهاته لأي مسؤول. أتمنى أن تكون الأسئلة في موضوع النقاش وموضوعنا العام ورفع كفاءة القطاع الصحي. نعم، القطاع الصحي هذه المؤشرات ارتفع وتحسنت خدماته، هذا لا يعني أنه الأفضل أو الذي يريده الدكتور أو الذي يريده أي مواطن أردني، لكن أنا لما أسمع أنه في الآن وزارة تستثمر في الجامعات اللي فيها كليات طب، بتجيب الأطباء اللي بيدرسوا بيخرجوا الطلاب وبيعملوا عمليات مستعصية كانت مستحيلة بالكركب والطفيل والصلط، وأظن وضعته جهاز رعين مغناطيسي قبل مدة مستشفى معاذ بن جبل. صحيح. يعني هذا كم وفر على الناس إنه ما يصلوا على عمام مشان يخرج صورة رعين مغناطيسي. هذا جهد ممتاز والله يعطيكم العافية. بسمع للملاحظات أو الأسئلة، تفضلوا. معاليك، هل سنشهد عودة للسياحة العلاجية في مستشفيات متقطعين العام الخاص، خاصة أن القطاع الطبي ثقة كبيرة لدى الأردنيين؟ الشق الثاني من السؤال، هناك بعض التخصصات في بعض المحافظات ما زالت غير موجودة، على سبيل المثال تخصص دماغ وأعصاب في بعض المحافظات كالمطرة كالكرك على سبيل المثال أو معاد، فهل سيتم سد هذا النقص؟ شكرا جزيلا. معاليك، نسمع كثير شكاوى من المواطنين حول الخدمات المقدمة. متى رح نصل لمرحلة فعلية عدم تراجع القطاع الصحي؟ في اللي استخدموه في وزارة الصحة أيام كورونا، فهذا ليش ما يستخدم؟ تفضل. ليش ما يستخدم هذه لمستشفى حمزة ومستشفى بشير؟ شكرا. سؤالي من شقين، الأول، هل لديكم أيضا أولوية في اختيار مواقع المستشفيات اللي هي قيد الإنشاء؟ هل لديكم أيضا نية إذا كان في توسع لعدد كبير من المستشفيات الأربع في وزارة في مستشفى بشير لنقلها مثلا في أماكن بعيدة لا تتم يعني فيش فيها اكتظاظ سكان بمعنى آخر؟ والسؤال الآخر، أشرت إنه كله إنجازات وهذا جميل جدا، لكن أين هو دور وزارة الصحة في الحد من هجرة العقول للأطباء المتخصصين أصحاب الخبرات النادرة؟ أنا على يقين إن اقتصادنا ساهم كثيراً، الدولة ساهمت كثيراً في رفضهم هذه، لماذا نجدهم إنهم قرروا وبسيادة يغادروا القدرات؟ كانت مطالبات من النواب، هل ممكن خلال الفترات القادمة نسمع عن إطلاق شيء اسمه التأمين الصحي الشامل؟ وشكراً. ما هو تقييم لسبب استمرار نقص أسرة الـ ICU والخداج في المستشفيات الحكومية؟ وهل تعتقد أن الحاجة لواسطة أصبحت ضرورة للمواطن الأردني لكي يحصل على خدمات صحية أساسية مثل أسرة الخداج وغيرها من الخدمات الصحية الأساسية؟ شكراً. بإمكانهم اليوم دائماً أي مستشفى أنه يعرف الشاغر فوراً ويحول. بالنسبة للتوسع في أقسام الآي سي يو، إحنا قاعدنا نعمل هذا الكلام الآن في عديد من مستشفياتنا، وسعنا الوحدات العناية الحثيثة. يعني بدي أضرب مثل، أنا قبل حوالي سنتين كان الانتظار في الطوارئ في مستشفيات البشير حتى يحصل المواطن على سرير كان 3 أسابيع. يعني بيجي المواطن وغالبا بطيب في الطوارئ وبروح قبل ما يحصل على سرير، الآن بدخل إما في نفس اليوم أو في حد أقصى مع نهاية الراوند الصباحي في اليوم التالي. دكتور آسف قاطعك، عالمياً أنا بسمع ناس بقول لك إحنا في دول متقدمة معدل البقاء في الطوارئ من 48 ساعة 72 ساعة. صحيح، وهذه إحنا في نقطة لازم يعني كمان بدنا نوضحها طبياً. يعني المرضى يصنفوا حسب نوع الحالة وشدتها، فبعض المرضى حالتهم ما بتكون تتطلب انه فورا الانتهاء من العمل فيهم، لانه في عندي مريض عنده جلطه دماغيه عنده جلطه قلبيه، فبيتم تصنيفهم بالطوارئ
فهذا الكلام اليوم اللي بدنا نكون أيضا منتبهين له، الأولوية تعطى لشدة الحالة، ولذلك إحنا بدنا نركز اليوم على أنه مرضانا يراجعوا المراكز الصحية بالأول قبل ما يذهب إلى المستشفى. ومثل ما تفضلت معاليك، يعني في بعض الدول اليوم إذا بدك تحتاج لعملية تبديل مفصل ركبة أو حوض الانتظار 6 شهور وسنة الآن، وهذه عملت أزمة في دول مثل بريطانيا. يعني إحنا بدنا نحكي الآن بكل صراحة، إحنا في عنا في الأردن لا، الانتظار ما بيكون بهذه الطريقة. أرجع إلى الأسئلة من الأول في موضوع التأمين، وأنا بعتقد إنه إحنا مشكلتنا انحلت. جهود كبيرة بذلتها وزارة الصحة وأخذت على عاتقها كونها هي المظلة لحل هذا الأمر ما بين الأطباء وشركات التأمين، وتوصلنا إلى اتفاقيات، وتم رفع هذه الاتفاقيات للسير في الأطر التشريعية والرسمية حسب الأصول. ولذلك أنتم بتسمعوا الآن يعني النقابة والشركات التأمين ما فيش أي تصريحات منهم، وما بعتقد راح يكون في أي تصريحات سلبية لأنه الكل وقع على هذه الاتفاقيات. يعني أنا بدي أأكد على هذه النقطة، هذه الاتفاقيات موثقة في محاضر رسمية وقع عليها الجميع الأطراف. فيما يتعلق بالصيادلة إحنا عرضنا عليهم الحل اللي عندنا، الطرفين ارتأوا إنهم يتشاوروا قبل ما إحنا ننفذ الحل اللي عندنا. إحنا عندنا الحل، بالتالي هم الآن متفاهمين مع بعض ويبدو أمورهم ماشي. إذا احتاجوا إنهم يرجعونا حتى ننفذ الحل اللي عندنا إحنا جاهزين. كيف سنمنع أو الحد من تراجع القطاع الصحي؟ أنا بعتقد اليوم جلستنا بدنا نسأل حالنا سؤال، إحنا اليوم أفضل مما كنا عليه ولا أسوأ؟ إذا كان الجواب أفضل من حيث الخدمات الجديدة اللي بنقدمها المدعمة بالأرقام، إذن أنا بعتقد من العدالة أن نتوقف عن استخدام الحد من تراجع. إحنا نتحدث اليوم بتفاؤل، نتحدث عن خدمات جديدة، نتحدث عن انصهار للقطاع الصحي في بوتقة واحدة، دمج الجامعات والخدمات الطبية ووزارة الصحة والقطاع الخاص، والقيام بآلاف العمليات التي لم تكن تجرى. تحدث عن مشاريع استراتيجية، تحدثنا عن آلية في التدريب والتعليم. أنا بعتقد من العدالة أن نبدأ بالتوقف عن استخدام كلمة التراجع. لا بالعكس، إحنا اليوم نستطيع وأن نتحدث بكل ثقة واعتزاز، وأفتخر أنا بأن أكون فرد من طاقم في وزارة الصحة ومستشفياتها ومراكزها ومديرياتها الذي يعمل بجد واجتهاد لرفع كفاءة القطاع، ليس للحد من التراجع. أنا بعتقد اليوم أستطيع أن أقولها وأنا مسؤول عن هذا الكلام، لا يوجد تراجع، وإنما إحنا اتجاهنا إلى الأمام وبكل ثقة. مستشفيات الميدانية، خليني أنا أتحدث عنها وبشكل واضح ومفصل حتى لا يتم الاستمرار بلماذا لا تستخدم مستشفيات الميدانية. إحنا بدأنا باستخدام مستشفيات الميدانية، أول مستشفى ميداني تم تحويله لمستشفى أطفال هو المستشفى الميداني اللي في العقبة، والآن بدأ يستقبل أمراض الأطفال وفي كادر كامل، والخطة له بمجرد الانتهاء من مخطط أو الإجراءات تأسيس الصرف الصحي إضافة أسرة الكلى. هذا مستشفى العقل. مستشفى عمان الميداني دائما بنسمع أنه يا أخوان ما هو انتهى الإصلاح فيه، لا ما انتهاش. إحنا مرينا بمرحلة طويلة وانتهى الجزء الأول من إعادة تأهيله بعد العاصفة الثلجية اللي حدثت قبل سنتين واللي انهار السقف على إثرها. تمت إعادته إلى ما كان عليه. شو يعني إلى ما كان عليه؟ يعني مع أول عاصفة ثلجية متين ممكن يرجع ينهار، ما بنقدر نستعمله هذا. اليوم العطاء طرح وبدأ التنفيذ لبناء سقف جديد بمجرد الانتهاء منه، المخطط نقل الأمراض الصدرية في مستشفيات البشير، إضافة 25 سرير طوارئ لمستشفى الأمير حمزة، وإضافة 50 سرير غسيل كلى. هذه الخطة الأولية وراح تكون جاهزة للتنفيذ بمجرد الانتهاء، واللي وعدونا المقاولين إنه 3 شهور حتى يضيفوا هذا السقف المدعم. فلا، الخطة موجودة إله. مستشفى معاني الميداني تم ضمه إلى مستشفى معاني الحكومي وهو تصرفهم وإمرتهم، فإذا في حاجة إنهم يتوسعوا ويضيفوا مرضى إله موجود عندهم. مستشفى إربد، مستشفى إربد حقيقة كمان أيضا تركنا شيء للطوارئ، وانتوا شفتوا في أي لحظة ممكن تزيد عندنا إصابات التهابات التنفسية. في حالات الكوليرا اللي اشتعلت فيها منطقتنا جهزناها لاستخدام
في أي حالة طارئة أنه نستقبل عليه حالات، بالعكس هو جاهز وعامل. الآن بدأنا بالحديث مع مركز الحسين للسرطان حتى يتم تخصيص جزء لا بأس فيه من هذا المستشفى لإعطاء جلسات العلاج الكيماوي لأهلنا في المنطقة الشمالية بالكامل، بنفس الاتفاق اللي عملنا فيه سميح دروزة مع البشير نبدأ بالتأسيس له، وإحنا في مرحلة التفاوض أيضا لتخصيص عدد كبير من أسرة مستشفى الأميرة بسمة الجديد اللي متوقع ننتهي منه في نهاية هذا العام، أيضا لتخصيص عدد كبير من الأسرة حسب قدرة مركز الحسين للسرطان حتى نقوم بإيجاد مشروع مكافئ لمركز سميح دروزة للأورام في الشمال، وبالتالي بنسكر الجبهة الشمالية لهذا المرض، ونتعاقد أيضا مع زملائنا في مستشفى الملك المؤسس لاستخدام أجهزة الأشعة العلاجية المتطورة والمتوفرة لديهم. بدي أكد اليوم مرة أخرى، لن ينجح هذا القطاع بدون هذه التشاركية، ونحن مصممون على إنجاح هذه التشاركية مهما كلف الأمر، لأنه البديل هو الحديث عن تراجع القطاع الصحي، ولليوم إن شاء الله نستطيع نقنعكم بأنه ما في تراجع في القطاع الصحي وإنما السير نحو الأمام. فيما يتعلق بالحرية في مواقع المستشفيات واختيار النقل، ثقي تماما سيدتي أنه لا أحد يتدخل في قرارات الوزارة، نحن ندرس نتشاور مع الزملاء نختار الأفضل. هناك أفكار عديدة لمستشفيات البشير، منها وكنا نتحدث عنها على سبيل المثال، لم نصل إلى قرار، لا يوجد أي خطة بعد، لكن في موقع مقترح لنقل العيادات الخارجية بالكامل من مستشفيات البشير، وأيضا نقل الطب الشرعي من مستشفيات البشير، فخطة قائمة. يعني أنا اللي بدي أكد للجميع، الخطة موجودة، الأزمان موجودة، الكلف المالية موجودة، الفريق الرائع موجود، وإحنا بصدد الإصرار على تنفيذ هذه الخطط بإذن الله. حد من هجرة العقول سؤال مهم جدا، وهذا كان أساس لقانون التعديل في اللي أجريناه في المجلس الطبي الأردني، ومعادلة الشهادات لأطبائنا الأردنيين حتى نفتح لهم الباب للعودة إلى الأردن دون الشعور بأي تهديد. أنا بدي أكد صرنا معادلين أكثر من 50 شهادة، بدأ العديد من أطبائنا بالتخطيط للعودة وإحنا متفائلين أنهم رح يعودوا. بدأ منهم يقدم، وأنا تحدثت مع رئيس جامعة البلقاء على سبيل المثال وتحدث عن 35 طبيب تقدموا إلى الجامعة للعودة من أمريكا وكندا وألمانيا. هذا القانون لما وضعناه حصل عليه اللغط الكثير اللي حكى عن تخفيض البورد الأردني، مش مزبوط كلام تخفيض البورد الأردني، هذا الكلام صرحت فيه قطر نفسها، صرحت فيه المجلس العربي للاختصاصات الصحية، خاطبوا فيه وزارة الخارجية الأردنية ليؤكدوا أن معاملة البورد الأردني لم تختلف عنها عن أي بورد عربي محترم وموثق. ما قاموا فيه حقيقة، ويجب أن أعلن هذا الكلام، ما قاموا فيه إنهم كان يحدث بعض المشاكلات في شهادات المزاولة في بلدان أخرى ليس في الأردن، فبالتالي هم وحدوا النظام حتى يستطيعوا التخفيف من أي تشوهات قد تحدث في هذه الشهادات. أما أرجو أنه اليوم نطلع من هذه النقطة بورد الأردني محترم. المجلس الطبي الأردني اليوم بيذهب إلى دول في الجوار حتى يعتمدها ويعترف بها، يعني هم بطلبوا فينا بطلبوا منا تقييمها والحصول على اعتراف من المجلس الطبي الأردني. هذا شيء موجود. الأردن اليوم هو المقر للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أي للبورد العربي، ووزير الصحة الأردني حاليا هو الرئيس بالإنابة. هذا كل شهادة للأردن، وليس على الإطلاق في أي مس. أرجو من الجميع أن نفتخر بما نحقق اليوم، لا نسمح لأي تشكيك، إذا في تشكيك إحنا رح نكون أول المعترفين ولن ننكر أي حقيقة، لأنه إحنا بنعرف هدفنا وهدفكم واحد، هو مصلحة المواطن الأردني، ما عندنا أي أجندة إلا الأجندة المشتركة. بالنسبة للبطالة بين الأطباء، طبعا البطالة بين الأطباء العامين، إحنا عندنا نقص في الاختصاصات، وهناك أيضا تعديل قمنا فيه في المجلس الطبي واللي هو الاعتراف المتبادل بالشهادات. هذا فتح الآن
الباب أمام أطبائنا أنهم يذهبوا إلى دول تعقد معنا اتفاقيات مشتركة. كان في اتصال من دول زي المغرب، بدأت نقابة الأطباء بالعمل معها، واللي بالمناسبة أنا بدي أشير على العلاقة معهم. إحنا بتسمعوا كثير لغط بصير، لكن تأكدوا تمام، أنا بعتقد العلاقة ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء لم تشهد مثل هذه العلاقة في تاريخها، وأنا بعتقد أنه العمل مع الزملاء في النقابة أدى إلى نجاحات كثيرة وحلول كثير من الإشكاليات. طبعا الأزمات دائما بتصير، يعني ما فيش يوم راح يمر ما يكون في عندنا تحدي، راح يكون في أزمة دائما، بس إحنا كلنا إن شاء الله بالأهداف المشتركة بالنية السليمة بنحل هذه الأزمات. التأمين الصحي والتغطية الصحية، الآن أيضا نتوقف عن الحديث عن التأمين الصحي، راح نسميه التغطية الصحية الشاملة، هذا المفهوم العصري الحديث. نعم هناك خطة وهناك بوادر أيضا، وبدأنا بالحديث عن هذه الخطة والتدرج للانتهاء من التغطية الصحية الشاملة بحدود عام 2030. هذا موضوع مش سهل، هذا موضوع عجزت عنه دول كبرى، لأنه يحتاج إلى ثلاث أركان أساسية: هيكلة وتشريعات واستدامة مالية. واليوم نعمل إحنا على هذه الأمور. إن شاء الله رح تسمعوا قريبا على البواكير، ستسمعوا عن الأفكار المبدئية اللي رح نبدأ فيها بإعادة هيكلة القطاع الصحي حتى يستطيع أن يقوم بعمله لتوفير التغطية الصحية الشاملة. حتى ننجح بدنا هالجبل هذا نطلعه على مراحل، ما بنفع إحنا اليوم نط من لا شيء إلى القمة. المرحلة الأساس اللي بدنا نبدأ فيها هي الرعاية الصحية الأولية وتوفيرها لجميع مواطنينا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، والخطة الآن وضعت وإن شاء الله نسير فيها. أنا بعتقد هيك انتهيت من الأسئلة. لو حضر العودة الأخيرة عن تكرار الأخطاء الطبية في المستشفيات وأدت إلى وفاة المرضى، هل وضعت وزارة الصحة آلية لتدريب الكوادر الطبية وتأهيلها قبل إجراء العمليات؟ أنا بتمنى بس أخطاء طبية بدك تزوديني بالأشياء اللي لوحظت في الفترة الأخيرة في القطاع الطبي، زوديني فيهم عشان أشوفهم، لأنه بصراحة عندنا رصد للأخطاء والشكاوى في تاريخ وزارة الصحة لم يصل هذا الرقم إلى هذا الحد الأدنى. فأنا أتمنى كمان منكم لوحظ في الفترة الأخيرة حصول، لا إحنا بالعكس اللي راصدينه نستطيع نزوده بأرقام حتى تلاحظوا هذا الأمر. لن نتحدث بنية الدفاع، إنما سنزودكم بالأرقام. تدريب طبعا هناك تدريب، وأنا أتحدث عن تدريب الآن في إنعاش القلب والتنفس، التدريب المتواجد الطوارئ، كل هذه البرامج الإقامة كله موجود، لكن زوديني في شو هي عشان أنا أجاوبك عليه إن شاء الله. في المستشفيات الحكومية إحنا سمعنا وجهة نظر أطباء ونقابة الأطباء، بس ما سمعنا وجهة نظر وزارة الصحة. هل فعلا كما سمعنا أنه من ضمن الأسباب أنه في تجاوزات لدى الأطباء لتفعيل هذا القرار، وهل هناك نية لإعادة النظر بالقرار وفق أسس ومعايير واضحة، أم أن القرار قاطع ولا رجعة فيه؟ إنجازات وزارة الصحة وفي تطور وتقدم ما نقدر نحكي أكثر منك، لكن معليه في أيضا هناك بعض الضغوطات تتمثل بنسبة الأمراض اللي عندنا، تتمثل بنسبة التدخين في آخر تقرير طلعته منظمة الصحة العالمية. الشيء الثاني بس اللي بدي أحكي عنه عليه إنه هذا التقدم والتطور سواء بافتتاح المستشفيات والأقسام، وأنا متابعة جدا لما يجري يعني، لكن اللي بدي أسأله عليه كيف احنا بدنا نقدر نحل نقص الاطباء؟ احنا محتاجين هلا للتخصصات، وانتم توسعتوا كثيرا في برامج الاقامه، قديش هذا خفف من نقص الاطباء عندنا، وما هي الخطط المستقبليه القادمه؟ وبدي اسمع منك انت تحديدا معليك انه شو الخطط لنسب التدخين المرتفعه عندنا جدا واللي حكتوا عنها منظمه الصحه العالميه في اخر تقرير. شكرا. انا مقدر حماسك وعارفين متابعين على كيف بالضبط شو اللي بصير في وزارة الصحة يوم بيوم مطالعين يعني. أنا كنت بدي أعلق على قصة على العاير النجاح، كيف بعتقد مع الوزير الصحة إن وزارة الصحة نجحت وتجاوزت في الوقت اللي القطاع الصحي الخاص الآن بمر في أزمة كبيرة، ويمكن معاليك مطلع في بعض المستشفيات يعني وضعها صعب، واحنا بنحكي عن تكامليه بين القطاعين العام والقطاع الخاص،
الجانب الآخر معليك اللي أنا بتحدث عنه اللي هو موضوع وصول الأدوية، هذا المشروع متى بدأ وهل هناك مشاكل في إيصال الأدوية للناس؟ شكرا. شكرا. القسم يخدم أربع محافظات. تمام. بداية نسأل آخر شهر متوقع إنه يتوقف التمويل لمراكز النبوة في الأردن، خاصة إنه هناك في 25 مركز رعاية أولية. كيف ودائرة الشؤون الفلسطينية تقول بأن الحكومة ستتحمل هذه الأعباء اللي راح تتوقف من خلال التمويل؟ كيف تستوعب الحكومة ووزارة الصحة هذا الضغط؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ملف التبرع بالآبار للوفاء الدماغي. هناك نقص شديد في أطباء الاختصاص في نزع وزراعة الأعضاء، كيف تستوعب وكيف تعمل وزارة الصحة في تنشيط هذا المجال وهو مهم جدا في التوفير على ميزانية الوزارة؟ ثالثا، كيف نفهم بس آخر شيء، كيف نفهم أن افتتاح قسم القسطرة في الجنوب هو إنجاز، يعني يخدم ثلث الأردن هو إنجاز؟ شكرا عليك. يعني سمعنا أشياء جميلة ولكن معرجت على موضوع الطوارئ، أقسام الطوارئ دائما معاناة المواطنين والشكوى دائما يعني ونسمع عبارات يعني لا نحب أن نحكيها. الموضوع الثاني موضوع مستشفى الملك عبد الله، هنالك حديث يعني لا زال إنه في أزمة وهنالك مديونية كبيرة، وموضوع الديون المتراكمة على الحكومة للمستشفيات يعني منها مستشفى بالضبط، هذا موضوع مهم مؤثر ويعني يبدو أنه بيأثر كبير. موضوع الأهم موضوع الإعفاء الطبي، وهو يعني أزمة ما بين مجلس النواب وما بين الحكومة، هنالك مطالبات بزيادة هذه الإعفاءات، ممكن يعني تحطنا في هذا الإطار هل سيتم حل هذه الإشكالية؟ شكرا خبير. الإجراءات المتخذة في موضوع تقييم الوضع الوبائي وصف أي وباء أو فيروس ممكن ينتشر. سؤال ثاني، هل في استعدادات لدى وزارة الصحة لاستقبال جرحى ومصابين من قطاع غزة في حال يعني قرر الأردن أن يستقبلهم؟ يعطيكم العافية. شكرا. في قبل 6 شهور لما كنا نتحدث إحنا والنقابة على موضوع علاوة التفرغ ورفعها للأطباء من 35% إلى 55%، النقابة في ذلك الوقت هي اقترحت فكرة أيضا ربط هذا الكلام بالبصمة، فإحنا مش على خلاف إحنا والنقابة ولا يوجد أي خلاف مع الأطباء. الأمر أبسط من هيك كثير، إحنا بدنا الطبيب اللي بدخل يبصم واللي بيخرج يبصم، بدنا نعرف هذول الأطباء زيهم زي أي موظف آخر. الآن كيف ساعات الدوام وترتيبها، هاي إحنا بنرتبها في مدير المستشفى، في مدير المركز الصحي، بنعرف. فعملية البصم اليوم ضرورية جدا حتى لحماية الطبيب نفسه. يعني أنا بدي أعطي مثال، مريض في الطوارئ انطلب الطبيب، يقول لك والله الطبيب ما أجا تأخر، لا، البصمة بتثبت لي أي ساعة فات. أما بكرة يصير في ادعاء أنه هذا الطبيب تأخر ساعتين، طيب لا، هي البصمة كان موجود وفات وبصم. أنا أرجو أنه هذا الموضوع يعني لا ينظر أنه على أنه موضوع خطير، على موضوع فني بحت لتنظيم عملية المزاولة وممارسة الطب، موجود في كل العالم. في مركز الحسين للسرطان أنا عملت فيه 16 سنة كنا نبصم، فيعني أنا ما بعرف وين المشكلة في هذا التنظيم. الضغوطات صحيح 100%، الأمراض مرشحة للزيادة، لا يخفى على أحد أنه الأردن اليوم من أعلى دول العالم في نسب التدخين، وهذا أيضا سيؤدي إلى ارتفاع في الأمراض غير السارية خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. الأرقام بين أطفالنا حقيقة غير مسرّة بالنسبة للتدخين، الفئة العمرية بين 13 إلى 15 حوالي ربعهم مدخن. ما رح ننجح بدونكم، كلكم بتشتغلوا في مؤسسات، كم منكم مستعد يطبق القانون في مؤسسته اللي بيعمل فيها انه يحظر التدخين؟ خالف الموظف هانو بدخن بزعل، واذا خالفنا بيجيب لنا قرايبه. فاحنا اليوم عملية ضبط التدخين، واللي اهم شيء نبدا نحمي ابنائنا منهم، من يتطلعوا الى اولياء الامور كمثل اعلى وكقدوة. بدنا نستمر في انه احنا نطبق هذه القوانين والاستراتيجيات. وضعنا استراتيجية كاملة.
وحددنا كل الخطة التنفيذية إلها جاهزة للتنفيذ بعد إقرارها من مجلس الوزراء، رفعناها لمجلس الوزراء. وبحكي لكم من هلا لن يكون هناك أي تساهل أو تهاون، رح نعمل جهدنا، رح نعمل جهدنا حماية لكم، حماية للمواطن الأردني. رح نذهب إلى المؤسسات ونخالف، رح يكون في توعية وتثقيف ومعالجة. إحنا زدنا عيادات الإقلاع عن التدخين إلى 28 عيادة في وزارة الصحة تقدم الخدمة مجانا. هذا مهم إنه نعرف، لأنه كمان التدخين هو إدمان شديد يتفوق على فقط اللي أعلى من التدخين، هو المخدرات زي الهيروين والكوكايين، وهو أعلى من إدمان الكحول. مهم جدا اليوم أن نتعامل مع أنه إدمان مرضي وبحاجة إلى العلاج، ولدينا كوادر مؤهلة مفعلة موزعة في أنحاء المملكة للعلاج على هذا الإدمان. لكن نعم، رح تسمعوا في القريب العاجل رح تكونوا شركاء معنا، لأنه جزء منها رح يكون حملات توعوية وإعلامية. نأمل أنه ننجح. مش رح ننجح إذا ما كنتوا كلكم مقتنعين، مش رح ننجح إذا ما كل واحد فيكم حمى ابنه وبنته، مش رح ننجح إذا ما إحنا طبقنا هذه القوانين في مؤسساتنا في وزاراتنا. إحنا شدينا في وزارة الصحة، اليوم المنظر في وزارة الصحة اختلف عن السابق. تدخل على وزارة الصحة الآن ما فيش ريحة دخان، وإذا مسك واحد بدخن منطبق القانون في قوانين، مش فقط المرتبطة مباشرة بقانون الصحة العامة، لا، في عنا أيضا أنظمة وتعليمات إدارية بتمكننا إحنا اليوم من أنظمة الخدمة المدنية وغيرها نطبق هذه القوانين. فإذا شعرت أنه رح نكون متشددين في الفترة القادمة فهي للضرورة القصوى، واللي آمل أنه تفهموا من حديثي إنها فعلا مثل ما تفضلتي خطيرة. فشكرا كثير على السؤال. بالنسبة لتوصيل الأدوية لها فترة مش جديدة، يعني إحنا صارنا تقريبا سنتين بنوصل الأدوية، وفي توسع كبير في خدمة توصيل الأدوية. بتعتمد على المواطن، يعني إحنا كل ما اشترك مواطنين أكثر إحنا متجاهزين، فبالتالي هذه خدمة مفتوحة. اللي عم بجرب هذا الخدمة حقيقة هي ناجحة وسهلت على المواطن وجيدة يعني بشكل عام. تكاليف على الناس. نعم. بالنسبة للتبرع في الأعضاء، إحنا يعني التبرع للأسف الفكر في التبرع مش موجود. يعني اليوم لو كان في إقبال على التبرع في الأعضاء رح تشوف إنه في كثير من مستشفياتنا لا قادرة إنها تعمل. يعني إحنا بنعمل زراعة كلى، ونعمل زراعة كبد، ونعمل زراعة قرنية، ما عندنا زراعة رئة على سبيل المثال، ما عندنا زراعة قلب. نعم، لا ما عندنا، ما صارت زراعات. لكن ارتباط العملية التدريب والتعليم بده يكون مرتبط دائما بتوفير الخدمة أو وجود هذه الخدمة. ليش؟ في الطب زيها زي أي مهنة ثانية، اليوم ممكن أنت تدرب 10 أطباء على زراعة الأعضاء، إذا ما أجاهم أي حالات خلال 6 أشهر هو فقد التقنية اللازمة. بالتالي إحنا يجب دائما أنه التقنية مع التبرع والمزاولة تكون مرتبطة كلها مع بعضها البعض. كمان أقسام الطوارئ ومستشفى الملك المؤسس. بالنسبة للمستشفيات الجامعية، أنا معلوماتي أنهم توصلوا إلى تسويات مع وزارة المالية لحل كل هذه الأمور، وأنه هذه التسويات كانت بموافقة الطرفين. أقسام الطوارئ زي ما حكينا اليوم، التوسع في أقسام الطوارئ كبير اللي صار، كان في اكتظاظ كبير، الآن بتروح على مستشفياتنا على سبيل المثال في البشير بتشوف انه الامور منتظمه اكثر. التوسع اللي بده يصير الان لمستشفى الامير حمزه باضافه على الاقل 25 سرير طوارئ له راح يخفف كثير من الاكتظاظ. في خطه للتوسع، في عنا تخصص طوارئ للاستمرار. كمان الاعفاءات الطبيه، طبعا الحديث جاري، يعني الباب مفتوح للنقاش والحوار، يعني ما وصلنا الى اتفاق نهائي، لكن ما هو معلوم لديكم هو نفس ما هو معروف للجميع، يعني ما في شيء في الخفاء، فالحديث لا يزال متواصل. كان في كمان أسئلة عن الحديث عن الأونروا. طبعا هذا مش حديث جديد يا جماعة، احنا في السابق بتذكروا كان في نفس هذا السيناريو من قبل قبل حوالي 3 سنوات، وما حصل أي مشكلة، وإحنا قادرين نتعامل إن شاء الله مع هذه الأمور وقطع الدعم وما قطع الدعم. يعني سيناريو جرب مرينا فيه من في السابق،
وان شاء الله كمان قادرين على تجاوزه وان شاء الله ما بصيرش هذا الامر. هون دكتور اسمح لي انه الحكومه عبرت من خلال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه شؤون المغتربين الاستاذ ايمن الصمدي عن ضروره الدعم وعدم حسم مصير الأنروا وخدماتها بيد او نتيجه لمزاحم تقدمها او قدمها الاحتلال بما يتعلق بموظفين عاملين بالأنروا بحماس. والرسالة الأردنية كانت واضحة في هذا الجانب بضرورة توفير الدعم الدولي للأنروا. أكثر دولة دعمت الأنروا في بداية هذه الحرب كانت الحكومة الأردنية بتخصيص 3 مليون دينار من موازنة الحكومة الأردنية لاستمرارية الأنروا وقيام دعمها. كبيرة لدينا مستشفيات ميدانية عاملة، أيضا لدينا الكوادر، لدينا آليات توزيع الأدوية، لدينا آليات توزيع المطاعيم. كل وباء سنتعامل معه بطريقته. بالنسبة لأمراض الشتاء إحنا الآن نشهد انخفاض في هذه الأمراض. قبل حوالي 3 أسابيع بلغنا الذروة بفيروسات الإنفلونزا، كانت رقم 1، ومن ثم الفيروس المخلوي، وأيضا بشكل أقل كان الكورونا. المتحور الجديد من كورونا الجي إن 1 للآن إحنا عملنا صرنا أكثر من عملية تسلسل جيني، للآن مش موجود، متوقع أنه يجي. ما أحدث تغييرات بالنسبة لوفيات أو دخول إلى مستشفيات عالميا، فبالتالي ما بنتوقع أنه يكون له الأثر المختلف في الأردن عن دول العالم. إحنا بإذن الله جاهزين لهذا الأمر. بالنسبة لتطوع الأطباء، كان في هناك تطوع لأطباء وسمعتوا عنه طبعا في غزة، وكان هناك في قائمة يعني من الأطباء تطوعوا لدى نقابة الأطباء، أيضا مستعدين دائما وعلاج أهلنا وأشقائنا. أيضا يوم غد رح يكون هناك مؤتمر صحي للحديث عن هذا الأمر بوجود خبراء دوليين، تحديث إعادة الإعمار، تحديد الاحتياجات والكفاءات الصحية والموارد اللازمة. فبالتالي الأردن حقيقة هو رأس حربة كان في منذ بداية الأزمة ولا يزال، وإجراءاته كان لها دور الكبير في تحويل الرأي العام العالمي وقيادته فيما يصب في صالح أهلنا وأشقائنا في غزة. اسمح لي دكتور، أيضا في كان دور للنقابات وأعلنت أنه ممكن في عنا 1000 طبيب أردني يسجلوا، ممكن مستعدين يذهبوا لأهلنا بغزة، وهذا الشكر وجهد مش غريب على الأردن. يعني الجيش الأردني، خدمات الطبية الملكية الأردنية بغزة 76 لاحقا صار 77، المستشفى الميداني الثاني اللي فيه نشامة ونشميات الخدمات الطبية الملكية، هذه الإنزالات الطبية اللي حكينا عنها في المواد الإغاثية من خلال 49 طائرة، الأردن ما كان إلا متقدم على غيره في كل هذا المشهد، في موضوع غزة وفلسطين كنا في الطبيعة وسنبقى إن شاء الله في الطبيعة، ودائما كما كان يقول جلالة الملك القدس يعني هي بوصلتنا، وقضية فلسطينية هي محور أساس عملياتنا وتاج القدس الشريف. مش خطاب في الأردن بتقدم مبلغات، إنما هو فعل، وأبنائنا أصيبوا على أرض غزة يعني، وهذا أمر كان جزء من دورنا اللي إحنا بنمارسه وسنمارسه وسنبقى نمارسه في الموضوع. عندما تصبح الأمور تتذكروا المعاناة اللي أخذتنا حتى وصلوا هؤلاء المرفا، فدائما الأردن لن يتوانى عن. في كان سؤال الدكتور دراس عن المساعدات الأدوية الطبية اللي ودت الحكومة لأهلنا بالضبط، يعني هل هي كان جهد الوزارة ولا في دعم القطاع الخاص؟ طبعا ما عليك تذكر المؤتمر الصحفي اللي احنا قمنا فيه وكنا واعلنا فيه عن الاعداد من الشاحنات اللي تم ارسالها من الادويه والمستهلكات الطبيه اللي كانت من وزاره الصحه، وكانت يعني كميات كبيره، وايضا بالشراكه مع القطاع الخاص قاموا ايضا بالتبرعات. واليوم احنا بنشوف يمكن الأردن نجح في إدخال هذه التبرعات أسرع بكثير من غيره، هذه نقطة بدنا نأكد عليها. بتشوف طوابير الشاحنات اللي تصطف على الجانب الآخر من الجهة الأخرى، لكن الأردن بحمد الله وبحكمة قيادته استطاع أن يكون العون والناصر لأهله وأشقائه في غزة وفي الضفة الغربية. هاي المنطقة اللي يسكنها 240,000 نسمة وما فيها هاي المستشفى. السؤال الثاني بخصوص الاتفاقيات مع القطاع الخاص للتحويلات المؤمنين الصحية، هل كان هناك شروط جديدة للتحويل؟
شكرا. الكلام عليك في موضوع مركز المحاكاة، المستشفى الافتراضي، أشياء كثيرة جدا يعني تبسط الإنسان في تطوير القطاع الصحي نحو المستقبل. أنا حابب أسأل يعني أنتم تحدثتم عن خطة لتطوير مستشفى بشير، موضوع الاستفاف والاكتظاظ وما إلى ذلك، لكن مستشفى بشير رافق عدة زيارات لجلالة الملك لهذا المستشفى للوقوف وتطوير لرفع أداء المستشفى. ماذا يعني خلينا نقول ماذا تصورت يعني وزارة الصحة في موضوع مستشفى بشير بصورة شمولية حتى لا يتكرر ما يحدث من مشاهد وأشياء لا تشعر من ذلك يعني في بعض المشاهد. الموضوع الأخرى تحدثتم عن المنح الداخلية أن هناك متبرعين من الأردن، كم حجم هذه المبالغ التي وعدتم فيها لتقديم وتمويل مشاريع في وزارة الصحة؟ شكرا. موضوع آخر سيدي بس نقطة أخيرة، موضوع الصحراوي يعني أنت تشاهد يعني جميع الطريق الصحراوي غير مخدوم في القطاعات الصحية يعني حكى عن مركز القبراني. نعم نعم بس أنا أتحدث في جزئية، كان عندنا مركز الحساء، أنا من منطقة الحساء، كان عندنا هناك مركز صحي شامل لما قبل الكورونا، بعد الكورونا صار الساعة 4 بعدين صار الساعة 2 يعني يعني أنا 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 أقول إنه يعني من يخطط صحيح موضوع الأشياء يعني هل جزء ما تعلم جزئيات هذه الأشياء، لكن هذا أثر على السكان وأثر على القطاع الصحي، وفي مستشفى عسكري رافقتها اللي هو إلغاء الاتفاقية أو تعديل الاتفاقية بين اللي هو الخدمات الطبية وهذا، فأصبح المواطن بلا خدمة صحية. أنا أقول معاناة في الحساء، في الحساء ويبلغ سكانها 17,000 نسمة غير السكان المترحل وغير الكذا، لكن أنا أطالب من وزارة الصحة من خلالكم أن 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 قبل أن نتخذ قرار يجب أن ندرس الوضع. شكرا. بداية دراسة ما عندنا مخططات منتهية ولا عندنا مشروع جاهز ولا فيه تمويل، لكن هذا الموضوع أثير على أكثر من مستوى، رح يكون ضمن خطة شاملة للمنطقة كلها اللي بدها تصير، يعني خلينا نفكر فيها إن شاء الله، لكن ما بقدرش أنفي إنه في إشي، لا في إشي لكن في بداياته. مراقيات مع القطاع الخاص ما صار عليها أي تعديل، بالعكس إحنا يعني حتى لما فتحنا لمؤمنين الفئة الثانية والثالثة راجعوا القطاع الخاص بأعداد زادت عن 60,000 و70,000 وبكلفة مالية تحملتها طبعا الوزارة بحوالي 1.5 مليون، لم نصل حتى إلى السقف اللي كنا إحنا يعني متوقعينه، وكنا إحنا حاسبين إنه أقصى شيء ممكن 3.5، لا هي أقل، وبالتالي هذا شيء جيد لأنه وفرنا خدمة للمواطنين. يمكن كان في لغط إنه بدها تصير 50 مليون و70 مليون، لا 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 حساباتنا كانت دقيقة جدا. السيناريو الأسوأ كان 3.5 مليون، وصلنا لحوالي 1.5 مليون، الناس استفادت من هذه الخدمة اللي أصبحت قريبة. بالنسبة لمستشفى البشير، وعد مني خلال أسبوعين رح تسمع أخبار كثير بتسوقك بالنسبة لمستشفى البشير، رح يكون في احتفال كبير متعلق في مستشفى البشير، في إنجاز يتحقق لأول مرة في مستشفى البشير، يحقق كثير من الطموح اللي كان متأمل من هذا المستشفى، وإن شاء الله بتكونوا شريكين في هذا الاحتفال. ما بديش أنا هلأ أعلنه حتى لا أفسد الفرحة. المتبرعين الداخليين هل بدهم يتبرعوا؟ لا، المتبرعين تبرعوا وأسسوا، يعني مركز سميح للدأر وزيل الأورام هذا بتمويل كامل من المتبرعين الداخليين، مركز الأميرة بسمة في رأس العين، الآن زي ما حكينا القطراني وجرش وغور المزرعة هذول كلهم متبرعين، فبالتالي تتحكي عن ملايين مش آلاف ومئات آلاف، فهذا شيء ونفس جديد ما كانش محليين موجود. دكتور نعم هذول محليين كلهم، هذا مهم انه الناس يشعروا ان يسهموا القطاع الخاص بالتنمية، وراح يرقبها اعلانات كمان عن اشياء جديدة كمان ان شاء الله مفرحة تسلط الضوء على مدى الثقة الجديدة في هذا القطاع اللي اصبحت ما يسعدني بالحديث عن الشراكات الناجحة اللي صارت متوفرة، والشراكات هذه وفرت خدمات جديدة. بدي أشوف أنا المركز الصحي اللي تحدثت عنه في الحسا، لأنه ما فيش يعني إذا كان مركز أولي بصيرش يداوم للثنتين، فإذا فيش التزام كمان هذه البصمة رح تساعدنا هنا، فإحنا ما بنخفض
يعني ما بنخفض. هو ابن المنطقة. فأنا أخذت الملاحظة وبدي أتابع ولا يهمك. إن شاء الله. وهي كمان الحديث عن التبرع والدعم الداخلي. الدكتور ما حكى أسماء الناس تبرعوا لأنه ربما وهذا عم بصير الآن بمسار آخر بالتربية بناء المدارس. تبرع بناء المدارس وهذا إشي كويس. مين يساهموا في دعم المشاريع الخاصة بتنمية الحياة واستدامة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. شكرا معالي الوزير الدكتور فراس. شكرا. هذا من أطول لقاءات لأنه لو ما في مباراة الناس يستعجلوا كان ممكن يجيلوا عليكم. الله رحمكم. انشغل شوي عن اللقاء مش بس عن المباراة يعني. بس لا أكيد يعني من هون للساعة 6 أنت الآن بتضلك. مين فايز؟ بتعرفوا النتيجة؟ لسه النتيجة على 6. من عدت؟ عندهم كل شيء مهم الإعلام. الإعلام شكرا لكم جميعا. شكرا دكتور فراس. شكرا لكم يعطيكم العافية.